اتفاق الطائف يلي حد وضع حد للحرب اللبنانيه. الايادي البيضاء كانت للمملكه العربيه السعوديه، نفس الشيء بحرب تموز الداعم الاساسي للبنان كانت المملكه العربيه السعوديه. ما شفنا الا كل الخير. انا لي 12 سنه بالسعوديه، بحس حالي مواطن، ما بحس حالي اجنبي. بحس يعني حتى بس يكون انا خارج المملكه لمده اسبوعين بحس حالي صرت غريب. فهذا الشيء صرنا يعني من النسيج بالداخل السعودي. اما بالنسبه للمسؤولين عنا بلبنان، ما شايفين مصلحه لبنان للاسف. واكبر دليل الوضع اللي بتشوفه من لبنان، ما يعني الشعارات بسمعها كثيره، الحكي كله بدون اي نتيجه. بتطلع بالواقع بتشوف لبنان وين كان من 10-15 سنه، وبتشوف وين واقع لبنان وصل له هلا. يعني موقف جورج ارداحي الاخير، زلمه يعني خلينا نقول انه لحم كتافه كله من وراء خير المملكة وشغله بالمملكة وعمله بالمملكة، مجرد لأنه طمح أنه يقعد بكرسي وزاري مع جهة موجودة بلبنان ما بتمثل للبنان ولا الشعب اللبناني، راح حيورد بلده بمحل لا هو مفروض يكون فيه ولا هو الموقع الطبيعي. طبعا نحن موقعنا عربي، موقعنا مع الدول العربية طبعا بكيادة المملكة العربية السعودية. ما شفنا شيء من اللي ماسكين لبنان، بالعكس كل شيء عم يعملوه ضدنا وعم يسودوا لنا وشنا. بس نحن وين لقينا الخير؟ هون اللي نحن اوكي انا خلقت هون بالسعودية، بس مني ما معي جنسية، بس بالعكس عملونا هون مثل كأنه نحن مواطنين. يا زلمة معلش حاحكيك لبناني اكتر، نحن اللقاح اللي اخدناه بلبنان بالماط لحتى نلاقيه، وعم يعطوه هون المقيم قبل المواطن، وفعلا هيدا صار. يعني شو بدي احكي لك اكتر من هيك؟ هاي السعودية والخليج كله هذه بلدنا نحن. من امتى كنا نحن نهاجم المملكة والسعودية والخليج؟ من امتى؟ هذه نحن بلدنا. هذا اللي صار كله يعني هذا كله مصالح. يعني هذا حزب هو اللي يعمل فينا، حزب الله وحزب الله. وهذا جورج ارداحي امبارح اجى، هذا لحم كتافه من السعودية بالذات. هو كان بالام بي سي، حتى بناته شغالين بالام بي سي.